انتشرت مؤخرا بشكل كبير بعد ما شاركت في برنامج The Voice Kids. معنا الموهبة الغنائية أشرقت. مرحبا. ألو. ألو. هلا. أهلا، ازي حضرتك؟ أهلا وسهلا، أنت ازيك؟ الحمد لله تمام. أنا معجب جدا جدا بصوتك. ربنا يخليك، تسلم. أنت فنانة جميلة وصوتك جميل وبتأدي حلو ومعجبيك كتار، وأنا أولهم. وأنا منهم. ربنا يخليك. احنا عايزين بس انت تشوفي التلفزيون ولا تسمعينا بس بالتليفون؟ لا معاك. معانا. اوكي، احنا راح نطلع بتقرير ريبورت صغير بس نتكلم فيه عن عنك انت يا فنانة يا كبيرة، ونرجع. اوكي. ايه؟ لا احنا بادين. احنا لسه بادين، انت على الهوا دلوقتي. تمام. اوكي. نروح ونرجع تاني. يلا نشوف الريبورت ونرجع. ما شاء الله. 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 ايه ده الجمال الصوت ده؟ انا عندي سؤال، لو تلف تلاقي ابو كميل. تلف تلاقيه. ترد الكرسي مرة ثانية؟ توقف. ما تغني. لا بدام لفيت معناته حب صوتي، انت ما تبي تشوفه، مالك. متفضل. اشرقت معنا. ايه اشرقت. الو. اهلا. ابداع ابداع. ما شاء الله. ايه الجمال ده؟ ايه الصوت ده؟ احنا عايزين يعني نسمعك تحية كبيرة من اللي يحبونك في الكويت. برافو صراحة اشرقت. والله صوت ممتع والله العظيم. اوه جميل. مكنة يعني. يعني لك مستقبل باهر يا اشرقت صراحة. ايه. والله مصر ولادة، ولكن مصر وما نفسي بناسي ملكة الشرق ذات النيل والهرم. الله يا مصر. الله الله. تحيا مصر. سمعنا حاجة. انت عندك قد ايه؟ عمرك كم؟ عندي 14 سنة. ما شاء الله. ما شاء الله. يعني قد فهد كميل هنا. 14 ونص كده اكبر بس. طيب عايزة تدرسي ايه بعد ما تتخرجي ان شاء الله من الثانوية العامة؟ والله لحد دلوقتي ما اعرفش، لسه بدري يعني. لسه بدري بس خليك مركزة في دراسة وفي تطوير صوتك وفي الموسيقى والغناء. طبعا. انت تعزفين ولا لا؟ لا يعني بابا كان عايز يخليني ابقى بعرف يعني اعزف عود وكده، بس لا يعني. طيب عايزين نسمع دلوقتي حاجة، هتسمعينا ايه؟ عايزين. برافو عليك. برافو عليك، لان انت عارفه في مستمع عندنا اسمها حنان العثمان، دي اللي قالت لنا والنبي تستضيفوا البنت اللي اسمها اشرقت. ايه جمال ده؟ ايه الاكسنت؟ خيالي صح؟ خيالي. هتخلص خيالي. عايز تسمع برافو عليك يعني؟ دلوقتي. يلا بينا. يلا. لقلي كان يعد حلها وفيت من زمان، اخذ البيت خلاص الشاب بعيد شقوعنا لك اعز انسان. برافو عليك فنان كاني ما اعاني وضحكتي السماء، صار السبب في كل قلب حب ارتمى عكس اتجاه الارض تحت بحب للسماء. برافو عليك ميزني عزمي رسمي غير بالحب نظرتي، ما سوى شي بس لما حبني نور دليتي. لو عشقت من قبل بس هذه غلطتي. الله الله الله. برافو والله. برافو. ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده؟ اهلا اهلا. مين اللي بيزمر؟ من احنا بقى عشان كده يعني. انت تحبي تسمعي مين؟ انا بحب اسمع قديم يعني. قديم قديم قديم. زي مين؟ يعني ام كلثوم.
الله الله. يلا عايزين حاجه للست، عايزين حاجه للست دلوقتي. يلا وصفوا لي الصبر. يلا يلا يلا, يلا. يا حبيبي يا حبيبي اللي له سماء ونجومه قمره سهره وانت وانا يا حبيبي انا. كلنا كلنا الحب سوا والهوى ايوه منه الهوى اي حاجه من هنا عايز اي حاجه لا هرن مره عاوز سحلك الله يا حلوه يا اشرقت صراحه والله العظيم شكرا شكرا ان شاء الله جميل الله يحفظها والله ومشكوره يا حنان العثمان على يعني تذكيرنا بالمواهب الغنائيه العربيه وشكرا لطبعا صالح دويخ وشكرا لك انت باللغه المصريه ايش رايك في لا مو اللغه لا لا اصلي يعني كني ضايع بريسبشن يعني وحياة ربنا الكعبه كويس مرشد سياحي يعني كده يعني ما فيش بعد كده بس بس دكتور انا عايز اقول لك حاجه يا دوك يا دوك عايز اقول لك حاجه عايز اقول لك حاجه عاد انا شكلي كني صعيدي انا صعيدي انا بحب المصريين كلنا نحب المصريين متاثر فيهم يا اخي صح منهم متاثر فيهم والله احبهم منهم متاثر فيهم انا بحب الناس الرايه اللي بتضحك على طول والله يا راجل وصفوني الصبر لقيت اي موجه غنوا ما تشوفوني احنا بالعيد تحت عشان شيء احنا بالعيد تحت دول اهرب من قلبي اروح على فين على فين ليالينا الحلوه بكل مكان صدق درجه الحراره 53 وتغنون ام كلثوم صارت 60 قسم بالله 300 تاخذون جائزه يعني والمستمعين ياخذون جائزه على الصبر انهم قاعد يسمعونا يعني لا زين خلينا ناخذ اتصال